طرح الأضاحي للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى يتم من خلال منظومة متبعة ومنظمة من قبل الحكومة، حيث تقوم وزارة الزراعة ببيع الأضاحي من خلال منافذها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. عندنا مزارع كتير قوي متفرقة في أنحاء الجمهورية، من على سبيل المثال في مزرعة في النبارية كبيرة، بيجي كمان الحيوانات بتيجي تروح المجزر تتذبح وتيجي هنا، بيشرف عليها ناخده من الاطباء والطب البيطري والصحه والتموين، بيراقبوا لحد على العلف قبل ما تيجي تتذبح. الكيلو ب 105، الكندوز الضان ب 110، زي ما حضراتكم شايفين الناس بتيجي، وزاره الزراعه اسم له تاريخ، الناس بتيجي تاخد الحاجه موثوق منها جوده عاليه وفي متناول الجميع واسعار تنافسيه. الاقبال الحمد لله زاد وكتير على وزاره الزراعه وعلى منتجاتها، واللحمه الحمد لله اسعارها جميله وتخفيضات، ومن غير او من الحرب الغلاء فيها 105 كندوز و110 الضاني. المجازر تقوم بذبح الاضاحي وتقديم الرعايه البيطريه مجانا خلال ايام عيد الاضحى المبارك، للحد من الذبح في الشوارع للحفاظ على صحه المواطنين وعلى البيئه من التلوث. الاسعار والله كويسه قوي، ارخص من بره بكتير، يعني اللحمه بره ب 140 هنا ب 105، على طول بنيجي ناخد حاجتنا من هنا. كل الدنيا عارفه ان وزاره الزراعه بتنزل اللحمه ومنتجاتها احسن منتجات، عشان الحاجات دي هم اللي مربيين عندهم. عندنا كندوز ب 105 كندوز بلدي تبع وزاره الزراعه، وعندنا لحمه ضاني ب 110 بلدي برضه، وكبده بلدي برضه. وفي هذا الصدد وجه وزير الزراعة بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على منافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية، الأمر الذي لقى استحسانا من قبل المواطنين. كريم كمال، التلفزيون المصري.